بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره من ميليشيا سرايا السلام أو ما يعرف أصحاب القبعات الزرق إلى فتح الطرق المغلقة وإعادة الدوام في المدارس والدوائر الحكومية، شن أنصاره حملة واسعة اليوم ضد المتظاهرين في النجف من الذين كانوا يغلقون الطرق في مناطق مختلفة احتجاجا على تكليف محمد علاوي برئاسة الوزراء. واشتبك أصحاب القبعات الزرق مع المتظاهرين باستخدام الهراوات والعصي وإطلاق العيارات النارية في الهواء، ما خلق جوا من الترهيب والذعر بين صفوف المحتجين. جايينكم ان شاء الله، شوفوا جايينكم قبل، جايينكم بالمطر حسب الدوسيه وعلى الفحل. وانتقد المتظاهرون موقف القوات الامنيه اثناء اطلاق النار، وقالوا انها اكتفت بالمراقبه فقط ولم تتدخل لحمايتهم، واتهموا في ذات الوقت محافظ النجف لؤي الياسري بمنح ميليشيا الصدر اذنا بمهاجمتهم، حينما صرح يوم امس بان القوات الامنيه مكلفه بحمايه المحتجين فقط في ساحة الاعتصام وليس في الأماكن الأخرى خارجها. وفي محافظتي بابل والناصرية تكرر المشهد ذاته، حيث أجبرت ميليشيا سرايا السلام من أصحاب القبعات الزرقاء المتظاهرين على الابتعاد عن المؤسسات الحكومية والجامعات والأبنية المدرسية باستخدام الرصاص الحي والهراوات، وأعادوا افتتاح بعض الطرق المغلقة. وكان متظاهرون في بغداد اتهموا ميليشيا سرايا السلام من أصحاب القبعات الزرق بمهاجمة المطعم التركي الذي يعتصمون فيه وإخراجهم منه تحت تهديد السلاح، فيما حاولوا فعل الأمر ذاته في المحافظات الجنوبية، الأمر الذي أدى إلى حصول اشتباكات بينهم وبين المتظاهرين.